بيكم في حلقة جديدة من برنامج ريمونتادا. النهاردة كان ختام الجولة الثامنة من الدوري الممتاز، مباراة جمعت بين المصري ومقاولين العرب، واللي انتهت بالتعادل 2-2. مباراة كانت مثيرة جدا. مقاولين العرب بقيادة شوقي غريب نجح في التقدم بهدف مبكر في الدقيقة 3 من اللقاء، ونجح فريق المصري في إدراك الهدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول. مع بداية الشوط الثاني نجح فريق مقاولين العرب في التقدم من جديد، ولكن المصري أحرز هدف التعادل بعدها مباشرة علشان يطلع الفريقين حبايب من المباراة وكل فريق ياخد نقطة. ومكملين في أخبارنا المحلية، النهاردة الأهلي خاض تدريباته بدون راحة بعد الفوز على فاركو امبارح، ونظم كولر مباراة ودية للاعبين اللي مشاركتش أمام فاركو والمستبعدين أمام فريق الشباب بالنادي، وده في ظل رغبته لتجهيز كل اللعيبة في الفريق. المباراة الودية النهاردة شهدت مشاركة كهربا، كمان شارك فيها عمار حمدي بعد غيابه 10 شهور بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي. كمان مارسيل كولر اجتمع مع جهازه المعاون علشان يحدد الصفقات الجديدة للفريق للتعاقد معها قبل المشاركة في كأس العالم للأندية، ويبلغ بيها الكابتن محمود الخطيب واللي المفروض يجتمع بيه خلال الأيام الجاية. تعالوا نشوف رأي الجماهير، ايه المراكز اللي محتاجة دعم في تشكيل الأهلي لكأس العالم للأندية. عايز اخد رايك في المراكز اللي الاهلي محتاج يدعمها قبل المشاركه في كاس العالم للانديه. والله الاهلي محتاج مهاجم يخلص قدام الجون. الاهلي الحمد لله الفتره ديت في افضل حالاته، ولو حابب ان هو يقوي بشويه مراكز او يدعم مراكز، اظن ان مركز الباك اليمين يملاه اكرم ومحمد هاني بشكل ممتاز. محتاجين خليفه لعلي معلول، محتاجين راس حربه يكون فوق السوبر، لان احنا محتاجين فوق السوبر في مركز راس الحربه. اكتر مركز الاهلي محتاجه مركز الجناح، وده يعتبر كهربا لو رجع ان شاء الله رب العالمين هيبقى قوه ضربه للنادي الاهلي في مركز الجناح، بس محتاجين برده جناح قوي تاني مع كهربا، او يرجع حتى حسين الشحات يبتدي يلعبه منتشر كتير. لازم يلعب مهاجمين كتير عشان يبقى خط الهجومي قوي، يبقى الجناح هو ان شاء الله المركز الوحيد، هو راس الحربه، لان طبعا احنا مفتقدين راس الحربه رغم ان هو موجود، بس المستوى متذبذب من عند شريف بقاله بتاع سنه ولا سنتين. فليه المدرب الجديد ده ما يرجعوش لمستواه تاني، وهو شريف بيرجع لثقته بنفسه تاني. مهاجم اول حاجه، بس مهاجم يكون حاجه فذه، يعني ما يكونش حاجه من الدوري المصري، ما فيش حد محترف حتى اجنبي مستواه يليق انه يلعب مع الاهلي او في كاس العالم للانديه. حتى جين ابوكا كان جامد، بس دلوقتي فيها خمس مطوشه وحش قوي مع سيراميكا من زي ما كان في انبي، وبديل لمعلول وصانع العاب. الاهلي ده بالنسبه له عنده الباك اليمين تعبان، احنا عايزين باك يمين جامد في النادي الاهلي عشان يمثل مصر. وبالنسبه للمساكين برضو احنا عايزين مساكين الاثنين اللي هم قدام الجون، وعايزين راس حربه صريح يعرف يحط جوان. عاوزين راس حربه اجنبي، ويا ريت يكون افريقي. محتاجين في خط الوسط ندعم برضو راس الحربه. ومن اخبار الاهلي لاخبار الزمالك، امير مرتضى المشرف على الكوره في النادي حقق في ازمه امام عاشور بمباراه الفريق امس امام حرس الحدود بعد ما طالب اللعيب انه يشوط ضربه الجزاء بدل زيزو. امير مرتضى بعد ما حقق في الواقعه قرر عدم توقيع غرامه ماليه ضد امام عاشور، واعتبر تصرف اللاعب مجرد حماس في الملعب ورغبه منه في تسجيل هدف لفريقه، خصوصا ان الزمالك كان متقدم بثلاث اهداف. كمان إدارة نادي الزمالك اعترضت على تأجيل أي مباراة لأي فريق في الدوري لرغبتها في انتهاء الدوري في موعده الطبيعي، وده بعد ما عامر حسين رئيس لجنة المسابقات طلع وأكد إن في احتمالية لتأجيل بعض الماتشات للأهلي بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية. وبعد ما خلصنا أخبارنا المحلية نروح لأخبارنا العالمية، واللي هنبدأ معاكم بتسريب صور للتيشيرت كريستيانو رونالدو في نادي النصر السعودي. كمان بعض التقارير أشارت أن رونالدو وصل الرياض النهاردة علشان يوقع بشكل رسمي مع النادي السعودي. ونروح لأخبار لاعبتنا المحترفة، والبداية مع محمود تريزيجيه اللي ساهم في تأهل فريق ترابزنسبور لدور ال 16 في كأس تركيا. ترابزون فاز بنتيجة 3-0 على سامسونسبور، ونجح تريزيجيه في صناعة الهدف الثاني في الدقيقة 28 من عمر المباراة. ومن تريزيجيه الكوكا ولقاط فريقه ألانيا سبور للوصول لدور ال 16 في كأس تركيا. كوكا أضاع ركلتين جزاء قبل ما يسجل هدف التقدم لصالح فريقه علشان تنتهي المباراة بنتيجة 2-1.
وبعد ما رجعت الدوريات المحليه مره ثانيه بعد انتهاء كاس العالم، تعالوا نشوف راي الجماهير ايه اكتر دوري اوروبي منتظر عودته. قول لي ايه اكتر دوري اوروبي انت منتظر عودته عشان تتفرج عليه بعد ما خلص كاس العالم؟ اكيد الدوري الانجليزي، يعني هو اقوى دوري في العالم. اكيد يعني طبعا الدوري الانجليزي اهم واقوى دوري في العالم، خصوصا ان في اكتر من نجوم موجوده، وطبعا وجود محمد صلاح طبعا اكيد لازم نشجعه، ابن مصر بلدنا. الدوري الانجليزي عشان افضل دوري، في كوره واثاره ومتعه، وبنحب نشوف طبعا نجمنا محمد صلاح، فدي حاجه بصراحه مستنينا كلنا. اكيد الدوري الانجليزي والدوري الفرنسي طبعا عشان نشوف برضه مصطفى محمد مع محمد صلاح، يعني اكيد يعني دول اكتر حاجه احنا ممكن نتابعها. يعني عامه الدوريات الخمسه الكبرى دي بيكون ليها طابع خاص. انا منتظر عوده الدوري الانجليزي خاصه البريمير ليج عشان بحب اشجع السيتي، واحب خط جوارديولا جدا، وبحب اتفرج على الفريق، او بحب هو الدوري الانجليزي من احسن الدوريات في العالم. منتظر الدوري الانجليزي عشان ليفربول طبعا. بحب محمد صلاح، يعني نفسي اشوفه، يعني بستمتع وانا بشوفه يعني وهو بيلعب وكده. يعني الدوري الانجليزي طبعا اقوى دوريات العالم، وخصوصا ان في مثلا محمد صلاح، محمد النني، وانا من ضمن مشجعين ليفربول، فاكيد بتمنى عوده الدوري الانجليزي اقوى دوري في العالم. وبكده تكون خلصت أخبارنا النهاردة، ومستمرين معاكم بعد الفاصل مع كابتن ميدو.